زرت متاحف وايد بس ما شفت متحف مختص بالتواقيع. فهني جاتني الفكرة انه يكون متحف مختص بالتواقيع. عدد التواقيع في المتحف، اللي يزور المتحف ممكن يشوف فوق 500 توقيع. قصة المتحف، في البداية انا هاوي صنع المجسمات، بديت اسوي المجسمات عن طريق الطين. فبعدها طورت الموضوع انه قمت استخدم الفخار انه على الاقل الشيء يتم لما يصير يابس ينصبغ. فبديت اسوي هالمجسمات، حبيت الشخصيات الاساطير خصوصا المشاهير في العالم، بالاضافه اني قمت اجمع اللي هو اعمال الشخص ككتب، سيره ذاتيه، فيلم. بعدها حاولت ان ايضا اجمع توقيع لمسه، فهذا هو شيء ثمين ان حصل توقيع من الشخص. فمع الايام صارت عندي كميه ضخمه، والناس قامت تجي تسالني انه والله ودنا احنا مين نشوف. فهني جات الفكره ان انا بدل ما الشيء يكون عندي في البيت ان اسوي متحف. القسم الرئيسي قسم الليجندز، الشخصيات الاسطوريه. بعدها في مثلا اقسام الافلام المشهوره، نفس شخصيات ديزني، على هاري بوتر، على لورد اوف ذا رينجز. جت الفكره لما رحت المتاحف، شفت ان لما احنا نخلص من المتحف ننزل على الجيفت شوب. فالجيفت شوب عاده تحصلين شغلات مثلا اللي هو عن المتحف نفسه، فاللي يحب مثلا هاوي بعد انه يجمع شيء معين وشافه عجبه في المتحف، انه ممكن يحصل منه في محل البيع. والله هو الطموح ان المتحف يكون ماخذ اللي هو يعني محطم رقم قياسي في عده مجالات، يعني مثلا في التوقيع تكون اكبر مجموعه في العالم، المجسمات تكون اكبر مجموعه في العالم. الاشياء اللي مركز عليها في المتحف ان بكره لما الواحد يزور المتحف هو قاعد يزور مكان حامل مثلا 5 ارقام قياسيه.